مرحبا، سأروي لكم اليوم قصة عن تعاون أسرة بيان. في الصباح خرجت بيان ومازن إلى الحديقة ليساعدا والديهما في قطف العنب، وبعد أن أنهوا قطف العنب ذهبوا لتناول الفطور. شربا الطفلان الحليب وتناولا الطعام الصحي كالبيض والحمص والفول، وبعد أن أنهوا طعامهم ذهبوا لتنظيف البيت. مازن ساعد أمه في غسل الصحون والأب كنس الأرض، وأما بيان فمسحت الغبار. يا لها من أسرة جميلة متعاونة. كان الأسد ملك الغابة، يعيش حياته بسعادة في وطنه الغابة التي يستمتع بها، ولكن الصياد أوقعه في الفخ وأخرجه من وطنه الغابة. فأخذ الصياد الأسد إلى حديقة الحيوان ووضعه في قفص كبير كي يشاهده الناس، فأصبح الأسد حزينا على فراق وطنه الغابة ويفكر كيف يعود إلى وطنه؟ سأخبركم اليوم قصة جميلة عن النظافة. تعاون الأخوان حنين وشريف في تنظيف منزلهم. مسحت حنين الغبار وكنس شريف الأرض، واتفقوا مع زملائهم على تنظيف ساحة المدرسة، وجمعوا الأوراق المتساقطة من الأشجار. وفي اليوم التالي نظف شريف غرفته جيدا. شريف ولد نظيف يحب النظافة، وأنا أيضا أحب النظافة. ما أجمل النظافة. مرحبا، شاهدت زينة ونحول الدب الشرير وهو يحاول سرقة العسل من خليتهم الجميلة، ففكرا كيف يمنعانه عن تدمير خليتهم. فذهبا بسرعة إلى الملكة وأخبراها بالأمر، فأمرت الجنود باللحاق بالدب ورسعه حتى يبتعد ويترك الخلية. نفذ الجنود أمر الملكة وطردوا الدب وحموا وطنهم الصغير، ففرحت الملكة والنحلات بالانتصار. ذهب كنان وعبير مع والديهما إلى محل الألعاب. المحل مليء بالألعاب الجميلة. فكر كنان ماذا سيشتري، فاشترى لعبة السلم والثعبان. أما عبير فاختارت لعبة التركيب، أظن أنها لعبتها المفضلة. وفي المساء اجتمعوا العائلة معا ليلعبوا لعبة السلم والثعبان. أظن أن كنان هو من ربح اللعبة، فقد كان هو من اختارها. أما أنا ريم فلعبتي المفضلة هي الدمية، وأنتم يا صغار ما هي لعبتكم المفضلة؟